هنتكلم عن مؤتمر أقيم في 30 من نوفمبر الماضي، والمؤتمر وهو المؤتمر العربي الإفريقي للتعليم الذكي تحت شعار التعليم الذكي والواقع المستقبل والمستقبل، بمشاركة عربية، وذلك كان ببرج الاتصالات بالخرطوم. يمكن للحديث حول المؤتمر أرحب بضيفي داخل الاستوديو المهندس عاصم أبو عبيدة الطاهر. مرحبا بك وصباح الخير عليك، وإن شاء الله ما نكون أدعبناك كده من الصباح ده كده. مرحبتين، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الدرمان الفضائية، والتغيير إن شاء الله يكون تغيير، وبديناه نحن بالمؤتمر التعليم الذكي عشان يكون التغيير فعلا في أهم حاجة في المجتمع التعليم. يمكن باشمهندس رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العربي والإفريقي للتعليم الذكي، بداية نبدأ معك للتعليم الذكي ذاته، بداية ما المقصود والمفهوم بالتعليم الذكي؟ السؤال التعليم الذكي في مختلف آراء اختلفت عليه في العالم أجمع، يعني أكثر من 10 تعريفات. في السودان يعني حاولت أوضح الكلام ده في كل منبر إعلامي، إنه الناس تعلم ما هو التعليم الذكي. التعليم الذكي في ناس بيفتكروا إنه واحد عنده سبورة ذكية فقط هو تعليم ذكي. في بعض المدارس بيفتكروا، بعض المدارس بيفتكروا إنه سكول مانجمنت، نظام إدارة المدارس هو تعليم ذكي. لا، التعليم الذكي اختلفت التعريفات فيه، لكن بلخصه بكلمة، إنه هو عبارة عن مزج ما بين التطبيقات والأجهزة الطرفية سواء كانت آيباد أو كانت حواسيب، لحوسبة مناهج وإصابة بطريقة شيقة وتكون مكتملة المنظومة، إنه المتلقي يعرف يتلقى معلومة بنظام العولمة أو نظام حوسبة المناهج، واللي هي جزء يعرض من خلال أساليب التعليم الذكي سواء كانت سمارت كلاس فصول ذكية، إي ليرنينج أو إي إدوكيشن التعليم عبر عن بعد عن الإنترنت. فدي كلها تضاربت الآراء إنه تطلع بتعريف صحيح للتعليم الذكي. يمكن يا باشمهندس برضو نحن شاهدنا جزء من الفيديو، دارين نعرف أبرز الأشياء تم طرحها وتعرضت في المؤتمر. المؤتمر كان فيه الحمد لله رب العالمين، رغم المعوقات اللي حصلت اللي يمكن شاهدوها المشاهدين ومحاولة العرقة لأنه المؤتمر ما يقوم، الحمد لله كان عندنا 8 أوراق عمل غطت كل المنظومة، إنه دارين إحنا المؤتمر ده لما عملناه إنه يكون التعليم الذكي على أرض الواقع في السودان، ولو نبدأ الخطوة الأولى وبعدها تجي الخطوة الثالثة والثانية والثالثة والرابعة. فناقشنا أوراق عمل، أهم حاجة كانت هي ورقة المصارف والبنوك، لأنه الإمكانيات المادية هي العائق أمام تنفيذ أي مشروع بغض النظر كان، فما بالك مشروع زي التعليم الذكي. ناقشنا الجودة والتحسين المستمر وتجربة كايزن اليابانيين، ناقشنا أوراق عمل عن التكنولوجي ودور قطاع الاتصالات في التعليم الذكي، ناقشنا أوراق عمل عن الأسباب الحقيقية اللي بتخلي التعليم الذكي في السودان ما يقوم شنو. طيب الناس كانوا مشاركين معك، ابرز الناس كانوا مشاركين معك في المؤتمر، وانت كنت بتحدث انه ناقشته، فانا عرفت انك ناقشت مع عبد الكلام. طيب كان معنا حضور، نشكر الاتحاد العربي الافريقي، الاتحاد العربي لتنميه الموارد البشريه والاستثمار، مثلهم السيد الدكتور جلال. ومنتدى اينشتاين، وهو عباره عن منتدى يحوي 42 دوله عربيه افريقيه، وممثل ولاية الجزيرة نشكرهم على الهواء مباشرة، 27 مدرسة تكبدوا العناء عشان يجي يشوفوا الحاصل وتقانة المعلومات والتعليم. نعم، يمكن يا باشمهندس المؤتمر قام الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، صورة مليقة جدا جدا، الحمد لله الحمد لله. طيب الهدف كان أساسا من قيام المؤتمر، والمؤتمر كان زي ما عرفت منك أنه كان في برج الاتصالات، الهدف الأساسي من قيام المؤتمر؟ الهدف الأساسي من قيام المؤتمر مناقشة قضايا التعليم كإمدال لمنظومة التعليم الذكي في السودان إلى أرض الواقع، وليس شعارات ومؤتمرات وتجارب. ويمكن السادة وزارة التربية عندهم قسم حوسبة المناهج، يعني نحن ما شفنا حاجة حصلته، حتى في انتقاد كان موجود من ولاية الجزيرة إنه في سبورات وفي حاجات جاد لكن ما في تدريب. فنحن المؤتمر ده كنا دارين نخط خارطة الطريق، بمعنى خارطة الطريق صحيحة من 2020 نبدأ الطريق الصحيح لتنفيذ أنظمة التعليم الذكي على أرض الواقع. يمكن يا باشمهندس التعليم الذكي كان برعاية وزارة التربية والتعليم، نعم، أصبح برعاية المولى عز وجل ونعم بالله. ونعم بالله، ليه الوزارة رفضت أنه تكون تحت الشعار بتاعها، أو عفوا يكون الشعار تحت وزارة التربية والتعليم، والوزارة ده جزء من التعليم، ده تعليم ذكي يعني؟ طيب ليه تم تحويل الشعار الله تحت شعار المولى عز وجل؟ وده شعار جميل جدا جدا بالمناسبه، يظل تكون نيته صافيه، بيتوكل على الله سبحانه وتعالى، ربنا بيرزقه وربنا بيديه وبيتوفق، لكن ليه رفضت الوزاره؟
والله للأسف ما كان في رفض. أملك المشاهدين المعلومات وكله بالمستندات، وسوف أتكلم بما يقتضي المستندات الموجودة. تمت مخاطبة السيد وزير التربية والتعليم البروف محمد الأمين منذ 9/9 بتاريخ 14/9، تمت الموافقة رسميا بخطاب بحوزتنا برعاية المؤتمر تشريف السيد الوزير. وبعد استلام الدكتور الجراي للمناهج ودينا له خطاب بتاع تنويه بأهداف المؤتمر وأغراضه، وجلست معه واتصل بحوسبة المناهج إنه يشاركوا في المؤتمر. إلى هنا كانت الصورة ماشية على قدم وساق، الأمور طيبة. نعم. نفاجأ بتاريخ 24 باستلامنا الخطاب من السادة إدارة المناهج يخاطب إدارة المؤتمر بالسيد مدير تطبيق ساهل. ساهل هو أحد الحلول اللي ابتكروها الشباب من اختراعي وتنفيذي، ومعي شباب سودانيين ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظهم، يحل مشاكل التعليم الذكي، هنشرحه خلال الحلقة. فتمت مخاطبتي باسم التطبيق وهو ما عنده صفة، وخلاصة عشان ما أطيل على المشاهدين إنه يا تدونا فرصة تأجل المؤتمر عشان شركات الحوسبة الخاصة اللي هي تمنحها وزارة التربية ممثلة في المركز القومي للمناهج إذن بحوسبة المنهج، يا تدونا تأجل المؤتمر عشان الشركات دي تشارك في المؤتمر، أو نحن بنعتذر باسم السيد الوزير والمركز ونسحب رعايتنا. الكلام ده كان قبل 5 أيام فقط من انطلاق المؤتمر. يعني الوزارة سحبت الشعار بتاعه وإنها تجي تكون حضور إلا الشركات الخاصة تكون موجودة؟ نعم، حاجة غريبة جدا. مستندات موجودة، أنا مزوم من الكلام ده. وللأسف عملت مؤتمر في منبر سونا يوم 25/11 لتشييد المؤتمر، وعرضت الحقائق دي كلها للإعلام، ولكن للأسف تم حجبها. نعم. وأعلنت قيام المؤتمر لأنه كان في التزامات. نعم. في ناس جاية من بعيد وفي التزامات وفي صرف تم. كان من باب أولى السيد الوزير أو السادة وزارة التربية حين التقدم بفكرة المؤتمر يقول يا جماعة لو سمحتوا دارين نقعد مع بعض، عندنا رؤية ننفذها مع بعض عشان يتم التنسيق. لكن إنه يتم خلال 5 أيام من انطلاق المؤتمر بسبب أنا بعتبره سبب ما منطقي، ده كلام كان مرفوض. والحمد لله رب العالمين تم المؤتمر رغم الخسائر اللي كبدناها، لكن الحمد لله رب العالمين المؤتمر تم، وتم فيه تدشين تطبيق ساهل ساهل قرينا بالسهلة حلول ذكية للتعليم تنطلق من السودان إلى العالمية إن شاء الله. يمكن كل الفعاليات والمؤتمر والتعليم الذكي كله على النفع الخاصة بتاعتك. نعم، جهدي خاص الحمد لله رب العالمين، ما في أي رعاية تقدمت لي، وحتى في رعاة للأسف دي من خسارتي خوفا على مصالحهم مع الوزارة سحبوا رعاياتهم، ما دارين صدام مع الوزارة، دي من الخسائر اللي أنا تكبدتها. لكن بحمد الله كان الحضور مشرف والمؤتمر ناجح، وإن شاء الله سوف نرفع التوصيات للسيد رئيس الوزراء، لأن الوزارة أصبحت لا يعنيها بخطاب رسمي من السيد الوزير اعتذر عن حضور المؤتمر لطبيعة المؤتمر. وأنا مستغرب هو مؤتمر للتعليم، كيف يكون الاعتذار عن طبيعة المؤتمر؟ يمكن قلنا دي بداية جديدة وحكومة جديدة وتغيير، مفترض يكون في تغيير بالمناسبة. ولا زال الأمر واحد موجود. من الحلول ده تعليم ذكي، يعني حاجة حتفيد كل الناس، يعني ما إفادة شخصية بالنسبة لك أنت براك. والله المؤتمر ده عمل للناس كلها، وأنا أعلنت في المؤتمر وقف 10,000 فرصة من تطبيق ساهل قرينا للسهلة، اللي هو ده بعين المعلم يزيد دخل المعلم 10,000 جنيه شهريا، وولي الامر يدرس بابسط القيمه. طيب نمسكها واحده واحده، نوري المشاهد الكريم تطبيق ساهل كيف انه الزول ده يقدر ينزله والخطوات اللي تستخدمها فيه شنو. طيب بالنسبه لتطبيق ساهل قرينا بالسهله، هو تطبيق اول تطبيق للدروس التقويه، وهي متاحه للجميع وما ممنوعه، ما افتكر في قانون بيمنع معلم يدي دروس تقويه. نعم. فالتطبيق ده لو معظم المشاهدين دروس التقويه كانت حكرا على المستطيعين وعلى فئه من المعلمين. نعم. الآن تطبيق ساهل قرينا بالسهلة هو عبارة عن تطبيق إن شاء الله حيدشنا أول العام رسميا، كل واحد ممكن ينزله في الموبايل، بالموبايل يعني حتى ما محتاج إمكانيات، بالموبايل العادي الموجود في كل بيت ممكن ولدك يدخل كل سبت من الساعة 4 للساعة 8 يختار الحصص سلفا العاوزة وهو في البيت وفي وسط أهله ومتابعته مباشرة مع المعلم يتلقى دروسه. نعم. التطبيق أنا عامله أول حاجة عملنا فيه وقفة بإذن الله تعالى لروح الوالد وروح شهيد المعلمين الأستاذ أحمد الخير عليه الرحمة ولكل شهداء ثورة ديسمبر، وقف 10,000 فرصة مجانية للأيتام. بالنسبة وبعلم من هنا إن شاء الله وبشارة لكل السودان إني أعلنت بصاحب تطبيق ساهل قرينا بالسهلة وكجهد شعبي وشبابي لدعم التعليم لكل أطفال النازحين بمعسكرات دارفور مجانا التطبيق، وأتمنى من السيد رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة
ادعموا المبادرة بتوفير الأجهزة الموبايل العادية. بعض المخزنين يقول لك ما في طاقة، الناس ما لاقي تاكل. أنا لي بالتعليم، أنا بتكلم في ميلين التعليم وتطوير التعليم، أما حكاية الأكل والإيواء دي تخص جهات أخرى. أكيد طبعا. فأنا بتمنى من المسؤولين ومن المجتمع بوجه لهم الدعوة على صباح مبارك ده إن شاء الله، إنه الناس تساهم بتوفير المعينات اللي هي أجهزة الموبايل. وممكن نحل مشكلة الطاقة إنه في الباور بانك بتاع السولر، فبقى الآن تخيل إنه طلبة أصلا ما في معلم في بيئة، فبنوفر لهم موبايل وبالسماعات بيكونوا بيدرسوا زيهم زي باقي الطلبة ومباشرة مع المعلم، وما أفتكر ده حاجة مستحيلة. فأنا من هنا بناشد السيد رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة بدعم المبادرة دي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله كل المسؤولين يكونوا وصلهم الصوت، وإن شاء الله تصل لمبتغاك، لأنه مبتغى جميل، مبتغى رائع بالمناسبة، لأنه فيه ناس كثيرة ما لاقي تتعلم، ما لاقي إنه يصل التعليم. لكن برضو بعد إنه الوزارة سحبت منك، إنه الوزارة ما كانت حضور إلا عن طريق إنه كان دار الشركات الخاصة إنه تكون داخل. نعم. لكن دار أعرف رأي إدارة المناهج كان في المؤتمر شنو؟ هم اللي خاطبوني بسحب الرعاية للأسف، هي إدارة المناهج. إدارة المناهج ذات. نعم. ثم بعد خاطبني السيد الوزير بإنه بعتذر بتاريخ 25 بخطاب رسمي من مكتبه، اعتذر عن الحضور لطبيعة المؤتمر، وهو مؤتمر التعليم الذكي، يلي الذكي قسم حوسبة المناهج اللي هو يتبع للمركز القومي للمناهج، والتعليم اللي هو السيد وزير التربية والتعليم، والمستندات موجودة وأنا على الهواء أتحمل كلام أي كلام أنا أقوله. يعني ذات ما عرفت أنا أعلق أقول لك شو دار أعرف. برضو المؤتمر أكيد حيكون وضع حلول للتعليم في السودان، في 5 توصيات، فأنا دار أعرف منك التوصيات دي برضو إن شاء الله. يا ريت نبدأ بواحدة واحدة عشان شنو كل المشاهد يكون عارف التوصيات بتاعتكم في المؤتمر بتاع التعليم الذكي. نحن في المؤتمر عملنا في المؤتمر عملنا كنا المؤتمرين وكنا ديمقراطيين. قبل ما أعلن التوصيات طلبت من السادة المؤتمرين إنه التوصيات حتتلى توصية توصية، والموافقين يرفعوا أيديهم. تم التثنية على كل التوصيات، وتم التثنية على رفعها للسيد رئيس الوزراء مباشرة، باعتبار وزارة التربية بقت لا تعمل المؤتمر في شيء حسب المكاتبات الرسمية. فنحن نرفع إن شاء الله للسيد رئيس الوزراء. 1. إنشاء الصندوق القومي الشعبي لدعم التعليم الذكي. التوصية دي إحنا دارين الطلبة أبناء الطلبة 50 جنيه أنا حسبناها إنها منطقية جدا، حتى لو فقيرة وغني. ويمكن اتفق معي المشاهدين أن المبادرة دي أو التوصية دي لما عملناها إنه دارين الطلبة يكونوا لهم يد في تنفيذ المشروع بتاعهم. إنه كل شهر يدفع 50 جنيه تتلمى في صندوق لو حسبناه في 8 مليون طالب لمبلغ مقدر. صحيح. دي مساهمة الطلبة. يلا يا حكومة يا وزارة التربية، من العام القادم 2020 ودي توصية إنه طباعة الكتب تتخفض إلى 50%. 50% تنضاف للصندوق القومي الشعبي لدعم التعليم الذكي، بقى عندنا مبالغ محترمة، زائد البنوك تخصص محفظة، زائد الدعم الشعبي، يبقى ما عندنا بقت مشكلة مالية. نعم. وبدأ أطفالنا بفكرة بتاعت إنشاء الصندوق القومي الشعبي لدعم التعليم الذكي، عبارة عن حصالة إلكترونية كل طفل وكل طالب يخد 50 جنيه شهريا. نعم. دي مساهمته في المشروع اللي بحلمه به. نعم. التوصية رقم 2 إعفاء كافة مدخلات التعليم الذكي من كافة الرسوم والضرائب والجمارك بصورة حقيقية وعلى أرض الواقع وليس مجرد مراسيم. نعم. بمعنى أي مدخلات، أي شيء له علاقة بإنفاذ منظومة التعليم الذكي في السودان يكون معفي من الرسوم تماما. 3. إنشاء محفظة لتمويل التعليم الذكي بدعم وتوجيه من وزارة المالية وبنك السودان، بمعنى تخصيص محفظة إلكترونية، ودي أصلا موجودة لو معظم المشاهدين تمويل. صحيح. التعليم أصبح في كل البنوك. لا صحيح، نحن دارين نركز على محفظة تمويل الذكي، التعليم الذكي يتم التركيز عليها، مخصصة للتعليم الذكي. مخصصة للتعليم الذكي. نعم. 5. إنشاء المنصة السودانية لتطوير التعليم الذكي من كل شبابنا المبرمجين اللي نفذوا تطبيق ساهل قرينا بالسهلة وأبهروا العالم. نعمل نوحد منصة تكون مهمها الأساسي تطوير برامج التعليم وتطبيقات التعليم وتطوير المناهج، ويكون في إنشاء مسابقات لكل، والله عندنا أولاد ما شاء الله ربنا يحفظهم، يعني شباب في الجامعة هم اللي نفذوا تطبيق ساهل لأبهر العالم ده، فليه نحن ما نشجعهم بجوائز غيمة زي باقي الدول؟ ليه الدولة ما تطرح مشاريع مثلا دارين تطبيق كذا يتنافس وذلك فلا تنافس المتنافسون، نحن الناس تتنافس نشيل أجمل شيء ونطبقه.
فدي منصة لتطوير التعليم الذكي من كل شركات ومن كل الشباب المعنيين بتطوير التعليم والبرمجيات. الأخير وضع خارطة الطريق لتدريب المعلمين، ودي المشكلة طرحت في المؤتمر واتطرقوا لها ولاية الجزيرة المعلمين، إنه فعلا للأسف ما كان في تدريب، ما كان في تدريب على الأنظمة اللي عملت والمحاولات المتواضعة اللي حصلت، ما كان بيدربوا المعلم. فدي مشكلة عالمية ما أنتقد الناس في السودان، إنه أجهزة التعليم الذكي بنتقدوها للتدريب. فنحن إن شاء الله هننشئ تطبيق لتعليم وتدريب المعلمين على الأنظمة الذكية، يعني الأستاذ في بيته ما محتاج يتكبد مع المشاق إنه يتنقل من مكان، لا، نحن هنعمل منصة إلكترونية لتدريب المعلمين وتثقيفهم على استخدام الأنظمة الإلكترونية وخصوصا التطبيقات اللي احنا وضعناهم في دول. يمكن يا باشمهندس دي التوصيات اللي انت ذكرتها، نعم، فدار اعرف خططكم المستقبليه في تطوير التعليم الذكي هتكون كيف؟ اول خطوه هنعملها ان شاء الله باذن الله تعالى هنكون لجنه تنفيذيه لمتابعه التوصيات وانزالها لارض الواقع عشان ما تكون التوصيات ووضعت في الادراج. نعم، هنكون لجنه تنفيذيه ان شاء الله من كل شخص ما يعنيه في المنظومه، وان شاء الله من 2020 ان شاء الله باذن الله تعالى تطبيق ساهل قرينا للسهله اول خطوه لدروس التقويه. ومن هنا أنا بهني ابنتنا هديل أنور رفعت راسنا جد في مصادرة القراية، وخصصنا لها إن شاء الله واجهة في تطبيق ساهل قرينا بالساهلة، دعما لتصريح السيد البروف محمد الأمين إنه أصبحت القراءة متدنية. فنحن إن شاء الله حمد لله غرفة يسمع اقرأ مع هديل كمبادرة منا إلكترونية عشان الأولاد الصغار يدخلوا تكون تحت إشرافهم كرمز وكواحد موهلة من عمرهم تعلمنا القراءة الصحيحة كمان. نعم، يمكن يا باشمهندس في الختام بديك مساحة بتاعت رسالة أخيرة. رسالتي رغم الصدام اللي حصل لسه يدي ممدودة بيضاء، وما داير أي صدام مع زول غير مصلحة البلد. إن شاء الله بالتوفيق، وشاكر لك جدا على وجودك معي في صباح موجة أم درمان. شاكر لكم، إتاحتكم الفرصة لتوضيح الحقائق للرأي العام. الله يديك الصحة والعافية، وشاكر لك مرة ثانية.